عندنا أزمة فعاليات أو أزمة ترويج للفعاليات عندنا فعاليات بس ما عندنا تسويق أوكي سمو الشيخ محمد بن راشد من 1998 يدعم الإمارات إيرلان والاتحاد إيرلان في قيمة التيكت مثل ما أسلف أخونا في تركيا في دبي موجودة هذه سابقاً فهل عندي انا ازمه فعاليات لو ازمه تسويق انا ارى انا ارى عندي ازمه تسويق ليس بقدر ازمه الفعاليات ليش الفعاليات الموجوده اختلف مع سعاده النائب يمكن اجنبيه بس انا شنو التارجت اودينس مالي انا شنو الفئه المستهدفه واضح ان انا الشريان الحيوي للسياحه اليه المملكه العربيه السعوديه المنافسه رقم ثلاثه، لا نستطيع ان ننافس المملكه العربيه السعوديه، لا نستطيع في البحرين منافسه اي دوله من الدول الخليجيه لوجود لوجود البجت المفتوح. لما يتكلم الشيخ في اللي هو موسم الرياض يتكلم عن ارقام فلكيه، احنا لا نستطيع لموضوع اللي هو